اهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا في هذه الفقره هو حدث حصل في هذا الاسبوع اللي مضى، ما شفنا هواي اعلام او قنوات او صفحات او اعلام اصفر تناول هذا الخبر، اللي هو فوز عراقي من ارض السعودية، فاز به شاعر عراقي اسمه زين العابدين. زين العابدين فاز في السعودية من بين 50,000 مشترك، 50,000 مشترك. شاب من المثنى من السماوة زين العابدين حصد جائزة قارئ الوطن العربي، قارئ الوطن العربي هاي هي الجائزة اللي فاز بها من بين 50,000 مشترك. يعني مو 50 شخص، مو 50 مشترك، لا 50,000 مشترك فاز بها العراقي زين العابدين من محافظة السماوة المثنى، هاي المدينة العزيزة علينا. زين العابدين هو شاعر شاب، خلي شوي احكي لكم نبذة عن زين العابدين، بعدها نشوف. شاعر شاب من محافظة المثنى حصل جائزة قارئ الوطن العربي، قارئ العام التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في المملكة العربية السعودية، عن نصه عتاب متأخر من هابيل. يقول مر المشاركون بعدة مراحل ووصل الحفل الختامي إلى 10 مشاركين كتبوا نصوصهم في مدة إقامتهم الأسبوعين في المملكة العربية السعودية، وفي الحفل الختامي فاز الشاعر العراقي الشاب زين العابدين المرشدي بالمركز الأول. أعتقد زين العابدين ويانا عبر الهاتف. أهلا وسهلا شاعرنا وبطلنا زين العابدين. حياك الله أستاذنا العزيز. حياك الله حبيبي. بالبداية نحب نبارك لك على هذا الفوز من بين 50,000 مشترك. حدثني شلون رحت المسابقة وشلون قدرت تاخذ المركز الأول؟ طبعا شكرا، شكرا لهذه القناة التي تحتفي بالمبدعين، وشكرا لك على هذه التهنئة الجميلة. طبعا المسابقة هي مسابقة التسجيل بها يكون عبر الانترنت. شاركنا في البداية في موقع المسابقة، في موقع إثراء المركز الذي يدير المسابقة والبرامج الأخرى، ثم تأهلنا إلى مرحلة أخرى، مرحلة من المقابلات الشخصية التي تجرى عبر زوم، ثم مقابلات شخصية أخرى تتبع تلك. من خلالها تأهلنا إلى الملتقى الإثرائي، والملتقى الإثرائي هو عبارة عن إقامة أسبوعين في المملكة العربية السعودية لتتبع محاضرات وورش كتابية ولقاء أدباء وكتاب عالميين وعرب ومحليين. فكانت تجربة مثرية جدا، لأن البرنامج بجميعه يؤمن أن الكتابة هي تأتي بعد القراءة، فهو يقيم لك الورش والتدريبات الكتابية لكي تكتب نصا تنافس فيه في الحفل الختامي. فهكذا كانت مجريات المراحل في المسابقة. زين، أريد أسألك، النص اللي أنت كتبته أثناء المشاركة، لو هذا نص سابق أنت كاتبه وشاركت به؟ بالضبط، في هذه الأسبوعين يكتب المشاركون نصوصهم، وأنا كتبت النص في فترة إقامتي في أرض المملكة العربية السعودية، فكان أنال هذا الاستحسان وهذا الفوز بالمركز الأول من بين 50,000 متقدم لهذا البرنامج. ما اعرف اذا بعدك موجود يانا زين العابدين. موجود ما اعرف الصوت انقطع. اريد اسالك عن محافظتك، محافظه السماوه، شنو غرزت بيك؟ شنو اللي ظهر من خلال كتابتك لهذه المحافظه؟ طبعا محافظه السماوه من المحافظات التي ازعم انها
فيها تنوع جغرافي وفيها تنوع في المعيشة، فيها الحضار، فيها الريف، فيها البداوة. فهذا التمازج وهذا التداخل فيما بينهم أعطى لهذا الشخص ولهذا الكاتب أعطاه أبعاد متعددة، فلا تنظر للأشياء من زاوية واحدة. هذا هو تأثير السماء، والسماء طبعا مدينتي التي أفخر بالانتماء إليها. زين العابدين شنو؟ لكل امرئ لو صح القول، فإن لكل امرئ من مدينته نصيب يعني. أكيد طبعا. شنو الحلم اللي تسعى إلى تحقيقه؟ طبعا الأحلام كثيرة، لكن في الكتابة، حلمي في الكتابة أن أستمر في الكتابة، هذا أقصى الحلم. زين، شنو الشطر اللي كتبته بقصيدتك اللي كان خارج من جواك فعلا؟ يعني اكيد هو كل الكلام اللي عبرت عنه هو خارج، بس الشطر اللي حسيت فعلا انه هذا واقعي، هذا ملموس في الدنيا هذه. طبعا اعتقد بان الفكره التي اريد ان اشير اليها هي العنوان. العنوان هو العتاب الذي جاء من هابيل، هذا الهابيل، ربما الهابيل الشخصي، كون كل أحد منا يحمل هابيله الشخصي وقابيله الشخصي وفيه يتنازعان ويتشاكسان. فأعتقد هو هذا الجملة التي أحبها في النص، وأحب النص مجملا، لكن هذه الجملة أحبها أن تكون علامة، وبالتالي وضعتها عنوانا للنص كاملا. زين، مستقبلا شنو راح تسوي؟ شنو الأعمال اللي راح تقوم بها بالمستقبل القريب؟ طبعا يعني الأعمال لا يمكن أن أحددها من الآن. الأعمال تجيء أحيانا دفعة واحدة، وأحيانا تجيء فرادى، ولا يمكن التنبؤ بها. لكن قلت لك قبل قليل بأني أود أن أستمر بهذا الطريق الممتع. يعني الإبريكان أستاذنا الكبير كان عندما يسألون عن الشعر والكتابة يقول انظروا إليه، انظروا إلى الشعر، ذاك الخراب الجميل، أن نستمر بهذا الخراب الجميل. زين، مستقبلا ممكن نشوفك تشترك بمسابقات أخرى؟ طبعا أنا مستمر وأكتب، أكتب في الثقافة، في الصحافة، أكتب باستمرار، يعني أكتب قصائد، أنشر، يعني أعمل بالصحافة الثقافية بصورة عامة، أكتب مقال، أحاور، أكتب تقارير صحفية. فمستمر بهذا الطريق الذي أود أن يطول. أنا ما أريد أطول عليك، بس عندنا شوية بعض الأسئلة. شنو الموقف اللي أثر بحياتك، اللي بقى عالق في ذهنك؟ طبعا المواقف خاصة المبدع لا يمكن أن أحدد وأقول أن هذا الموقف هو الفيصل أو هو هذا الحد أو الختامي أو اللافت، لكن أعتقد الحياة بصورة عامة هي تجربة عليك أن تستثمرها وتستنفذ كل رصيدك منها. المواقف جميلة تحفز على الجمال، والمواقف قد تكون أحيانا سيئة، لكن ما زال هناك بصيص أمل. رسالتك للشباب العراقي أو الشاب العربي بصورة عامة؟ طبعا رسالتي لكل الشباب ان اجتهدوا. ثمه نكهه رائعه ولذيذه للنجاح، لان تجتهد وتطور من نفسك، وان تطور وان تسعى وتمشي هذه الخطى نحو مجد ما تسعى اليه. فاحثهم على الكتابه، احثهم على القراءه، في الرسم، في التشكيل، في الموسيقى. الفنون تبقى ونحن نذهب. أكيد. أشكرك شكر جزيل زين العابدين، شكرا جزيلا لك، وأرجع أكرر أبارك لك على الجائزة اللي حصلت بها. مشاهدين الكرام، كان معانا الشاعر زين العابدين اللي فاز بقارئ الوطن العربي مثل ما قلت لكم من بين 50,000 مشترك. ويعني ما اعرف ليش، لانه مثلا من محافظه السماوه ما شفنا بعض الاعلام، يعني خاصه الاعلام الاصفر، المواقع هاي تتناول خبر زين العابدين، ما شفنا القنوات ممكن استضافتها حكت عنه،
ليش يعني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يعني موضوع ترند عندهم هناك بالسعودية، يعني ترند وجائزة وكبرى ومن بين 50,000 مشترك فاز. أنا بالعراق يعني مثلا ليش يعني؟ لأنه من محافظة معينة مثلا ما حد يظهر زين العابدين إلى الإعلام، ما حد يسولف بي، ما حد يقول لي يابا شلون فزت، شلون رحت، شلون شاركت، ايش قريت، ليش يعني؟ شنو السبب يعني؟ ما أعرف، أنا أتساءل. على العموم هذا مثل ما قلت لكم النص اللي فاز بي عتاب متأخر من هابيل، وفاز بي قارئ الوطن العربي. هذه صورة زين العابدين من التتويج من الفوز، وأيضا هذه صورة زين العابدين من إحدى شوارع السعودية، وصورة معلقة في العواميد، ويعني يعني هيجي بالسعودية معلقين له صور وهذا، بينما احنا الإعلام هنا ساكت. شنو السبب؟ ما نعرف. على العموم احنا من قررنا انه نستضيف زين العابدين ونسولف وياه، فهذا هو لأنه مبدع، لأنه عراقي، لأنه فاز بجائزة من بين 50,000 مشترك. لذلك لازم يظهر زين العابدين للإعلام، لازم كل الناس تشاهد زين العابدين وإبداع زين العابدين. خليني أشوف التعليقات. أنا وأنتو رحمة منك تكفيني يا ربي، هكذا تسمي نفسها تقول. ما شاء الله، طيب الله أنفاس، وهنيئا للعراق بهذا الفوز. أما مجيد يقول لنا الحق أن نفخر بك أيها السماوي العذب، لتكون قدوة للشباب القارئ الواعي والمثابر، لك كل الاحترام والتقدير والتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. تعليق آخر من دلال أو تلال ثلال، ما أعرف شنو اسمها، THEALAL جاسم. المهم تقول أحسنت يا بطل، رفعت رأس بلدك وشعبك وأهلك، نحن فخورين جدا بك، وهذا شيء مو جديد على ولد الرافدين، الشعب القوي والعبقري. أما قاسم يقول مبارك للعراق ومبارك للسماوة أن أنجبوا هذا الشاب الذي رفع رأس بلده في المسابقات العالمية. أما رضا بتقول يعني هاي المشاركات اللي الواحد يفتخر بيها، ألف مبروك وبالتوفيق لك زين العابدين، بارك الله فيك. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوع زين العابدين اللي فاز في مسابقة قارئ الوطن العربي في المملكة العربية السعودية من بين 50,000 مشترك. شكرا زين العابدين، أتمنى أنه تواصل الإبداع، أتمنى أنه تواصل الكتابة، فالكتابة والقراءة والثقافة بصورة عامة هو شيء جميل في هذه الحياة، قد يعلم الإنسان الشيء الكثير، فيه أمور مميزة. اللي يقرأ هذا إنسان فاهم واعي مثقف، وكذلك الذي يكتب نفس الحالة، فالقراءة والكتابة والشعر والنثر وكثير من الأمور والفنون الجميلة اللي نسعى إلى أن تكون موجودة في وطننا العربي أو حتى في العراق يعني. شكرا لك زين العابدين. هذا كان موضوعنا الأول في هذه الفقرة، فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني، انطلقت اليوم الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط، وانطلق معها السؤال الأول هيك وهيك، السؤال الثاني فرع باء هيك وهيك. انطلق اليوم وزارة التربية، قررت انه الامتحانات تكون بهذا الموعد، واليوم بالفعل راح مئات او آلاف الطلبة يمتحنون يأدون امتحاناتهم. بس المشكلة الطلاب لازم هم يسوي لهم فد كم شغله.
يقول لك وزارة التربية ضبط أجهزة للغش داخل مركز امتحاني في منطقة المنصور ببغداد. عمي جماعة المنصور شنو السالفة؟ ذاك اليوم واحد قبال مول المنصور يتعارك لو يا شرطي ودتشه بالسكينة، اليوم ضاطيكم شنو المشكلة؟ صاير بلغونا هناك شنو الوضع؟ شنو الموضوع؟ طبعا بالبداية أقول الله يوفق طلبتنا الأعزاء وإن شاء الله ينجحون كلهم، وإن شاء الله نشوفهم في مواصلة واستمرارية في طلب العلم. ولو يعني هسه احنا جاي نعاني هاي الفترة من عندكم يا طلع، شوفوا احنا شلون جاي نعاني، انتو تمتحنون ساعة بالأربعة ينقطع الانترنت للحد الساعة 8، يعني كارثة، يعني كارثة والله، يعني بالأربعة ينقطع علينا الانترنت. تعرفون احنا بعدنا على جدول رمضان شوية نسهر، زين ما ننام من وقت، زين هذا اللي يصلي وينام، هذا اللي يشوف له فيلم مسلسل وينام، هذا اللي يبقى سهران. انا واحد من الناس ابقى سهران على مود اعد الحلقه لو اكتب لو شيء، فبالتالي انقطع الانترنت. فاحنا جاي نضحي بمكانكم. ليش هذا الغش؟ انه بثالث متوسط عمي ما صايره. بعدين هذا الموضوع شو يريد يوصلك؟ صرت طبيب بالغش، صرت طبيب شلون راح تروح تعالج الناس؟ صرت مهندس شو راح تبني لك عمارة؟ صرت محاسب شو راح تحسب الفلوس والدنيا والهذا؟ من غشنا ليس منا، هذا هو حديث الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من غشنا فليس منا. خلينا نشوف الموضوع ونشوف الغش اللي صار والمعدات اللي ضبطوها. مثلا عندك أجلكم الله في أسفل الحذاء، أجلكم الله خالين هاي الواير وما أدري شنو مادي، تليفونات، هاي الأجهزة، هذا شنو هذا الجهاز؟ هذا شنو هذا؟ شو صحولة هذا أبو الأريل؟ شون هذا؟ هيك ينادي لك بي ما أدري شنو، هل تسمعني؟ أجب جواب السؤال الأول ليش يابا؟ جماعة الثالث شنو؟ هسه فوق ما ضارين أو الإنترنت إنه بترحون تغشون؟ زين هاي شنو هذا؟ احد يفهمني هذا شنو؟ بي اريل وهاي وذول اللي كامشيهم، ذول اللي كامشيهم يردون للطلاب هم مطلعين بطاقاتهم، طبعا بالتعاون وزارة التربية بالتعاون مع جهاز الامن الوطني. راح الواحد يقول لي شلون يصير اكو تنصت الشبكات وهذا؟ يعرفون يسمعون لك واحد السؤال الاول فرع باء الحل تعليل على الحل هيك ما ادري شنو، يرحوني يشوفون مكانه، تعال يا بي تعال عمي عوف الغش، انجح بزودك عوف الغش، وين تريد توصل بالنهاية يا حبيبي؟ من غشنا فليس منا يا عمر انت، من غشنا فليس منا يا حبيبي. هذا الموضوع. خلينا نشوف التعليقات. رقية تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني ليش هيكي ضيعت مستقبلك؟ اقرأ وان شاء الله تنجح، معضلة هي يا عيني، فعلا معضلة هي، اقرأ وانجح، اقرأ. عمر يقول لو دارس مو احسن من هذا الفيلم الهندي. اما شيماء تقول هذا الغشاش بعدين يدخل طب أهلية ويصير طبيب. شيء أروح له أقول له عند فلاونزا شيء يقول لي بيك إيش بيك؟ بيك كانسر. تعليق من حسين يقول دولة بالإسلامية وجايين جايبين معدات مال الحرب العالمية الثانية، شلون بالإنجليزي؟ بعدين صدق تعالوا اليوم أول يوم امتحانات أعتقد اليوم إسلامية. ولكم وين شنو؟ شو رادلها ولكم؟ شو رادلها؟ بالإسلامية تغش بالرياضيات شو راح تسوي؟ راح تجيب دبابة برامز الطب للقاعة الامتحانية. تعليق من إيهاب، تعليق إيهاب عجبني بصراحة عجبني. شوفوا إيهاب شو يقول. إيهاب يقول العقل اللي يفكر بهيج أمور المفروض هذا عبقري ما يحتاج غش. خلي الناقشة أنا وياكم، يعني اللي يفكر بهاي الامور يجيب هيك ما ادري شنو يدخل شريحه وهذا عبقري.
ما يعني لو يقرا ينجح يحفظ ذكي هذا. زين انت ليش يعني اللي عندك هيك عقل تسوي وتودي وتجيب وتخطط وهذا كان ما تقرا ما تقرا شكو شنو تغش فعلا فعلا. اللي فكر بهيجي امور المفروض هذا عبقري ما يحتاج غش. هذا كان اخر تعليق من ايهاب بخصوص موضوعنا الثاني في هذه الفقرة اللي هو موضوع الغش اللي صار في منطقة المنصور لهذا اليوم. موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث كثرت بالآونة الأخيرة العمليات، عمليات التجميل، عمليات شفط الدهون وغيرها من الأمور اللي بدت تصير بشكل يعني مستمر في العراق أو حتى العالم كله والوطن العربي. بس المشكلة يرحون بدون رقابة يفتحون مراكز تجميلية بدون شهادة بدون ما يعرفون مدى خطورة هذا الموضوع، خصوصا موضوع شفط الدهون اللي هو يقصدون به التنحيف اللي يضعف. هذا أمر خطر جدا. يعني يدري اللي رايح يسوي او اللي رايحه تسوي عمليه شفط دهون انه هذا الموضوع خطر. الطبيب اللي يشرف على العمليه قايل لهم وموقعهم على خطوره هذا الموضوع لو لا. لازم نعرف هذا موضوع مو هين. مراكز تجميل ترست البلد شفط نحت مدري شنو هذا التجميل ما اعرف شنو رجال ونساء بس ما يعرفون مدى خطورة هذا الموضوع. خبر شي يقول؟ يقول وفاة سيدة ثلاثينية أثر عملية شفط دهون وهروب الطبيب في بغداد. آخ آخ والله الموضوع يراد لشوية صفنة. وفاة سيدة ثلاثينية وهروب الطبيب شو تحكي شو تقول شو تسولف ما تدري ما تدري ما أعرف يعني إلى متى ما أعرف. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وأيضا تعليقات الناس شنو كانت. أحمد يقول الطب التجميلي حالة في ترية حالة في ترية السيارات يقعد كم سيارة ومن بعدها يصير خبير بمجاله. يعني صدق يعني يدمر له كم سيارة وبعدين يصير خبير. الظاهر هيجي ماكو أطباء مختصين الظاهر. رامي يقول ترى منو قال العملية ما بها أي مخاطر؟ أكو نسبة نسبة خطورة موجودة والأهل من يوافقون على العملية يعني موافقين على هالشيء ومو معناها خطورة بسبب خطأ بالعملية لا إنما خارج سيطرة الطبيب. تقدرون تبحثون بهالشيء والنسب أمامكم موجودة تكون كأن تكون خثرة في الرئة وغيرها. خطأ الطبيب الكبير يكون في حال عدم مناقشة هذه المخاطر مع أهل المريض أو المريضة والتوقيع دون علمهم بهذه المخاطر. الصحة والعافية للجميع والرحمة والمغفرة للمريضة يا رب يصبر ذويها. سجاد يقول من أخطر العمليات هذه حتى لو تنجح فراح يكون شخص بلا مناعة بلا مناعة. هاي بعد يعني أحمد يقول السبب الرئيسي هو وزارة الصحة بسبب كثرة منح الإجازات للمراكز التجميلية عن طريق الرشوة وعدم وجود لجان رقابية حقيقية تراقب شهادات وكفاءات الأطباء العاملين في تلك المراكز. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع عمليات التجميل وعمليات الشفط اللي تسببت بوفاة سيدة ثلاثينية في بغداد وهروب الطبيب. رسالة إلى وزارة الصحة أتمنى مراقبة جميع مراكز التجميل وجميع من يقوم بهذه العمليات للعراقيين هنا سواء الرجال أو النساء. أتمنى التجديد على مراقبتهم. أتمنى تشوفوهم عندهم شهادات لا عندهم خبرة كافية شلون فتحوا هاي المراكز التجميلية. أتمنى توعون أيضا هاي الشغلات شنو تسوي توعية تسوون توعية. يعني هو شفط الدهون ترى مو بس هذا هو راح صار ضعفها
بهواية شغلات ممكن تأثر على الشخص، هواي أمور، مو بس مثلا السيدات اللي تحقن أو تسوي بوجهها، وإحنا جاي نشوف مرات الشفة تصير هاي الكبرى، تصير ورم بالوجه أو ما أعرف شنو، هاي الأمور لازم أكون لها رقابة. فأتمنى من وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب. بالحلقة السابقة ظهرنا لكم فيديوهات وقلنا نوهنا أنه ممكن راح نستمر شوية بهاي السلسلة اللي ممكن تشاهدوها. هاي الأمور اللي دائما نركز عليها الحاليا، يقول لك والله يا با على الزمن السابق أيام الخير، الزمن الجميل، الناس ما كانت تعرف شنو خاصة الجدة شنو كان يصير قبل، شنو كان يصير. فمثل ما تعرفون بالترندات والأمور الفيديوهات اللي قاعد تطلع، فحبينا نشوفكم جزء منها. خلينا نشوف الفيديو الأول. يعني أنا بس وقفت الفيديو أريد جاي تشوفون يعني تسمعون الحكي. طبعا الفيديو هسه راح نستكمله، بس جاي تشوفون يعني اللي جاي يصير شنو، لا على التعيين، مذنب مو مذنب، يعني هذه المواضيع ما أعرف يعني جاي شنتو تدرون بيها. والله العايشين بالزمن السابق ممكن يدرون بيها، بس الجيل الجديد يعني جماعة الزمن الماضي الجميل، يعني تدرون بهاي الأمور صايرة لو لا؟ يعني هاي المواضيع كلها مارين بيها أبائك، عمامك، جيرانك، وهاي حقائق تروى زين. وهم العتب على بعض الناس اللي من يشوف ابنه يقول لك يا أبا أيام الزمن الجميل، ما يسولف له من شو شاف الضيم، عفك من الإعدامات، عفك شتو تاكلون قبل محروق الصبعة بالحصار زين، هاي كانت المندي مال هسه زين، الباذنجان كل شي سووا، ما عازم بس يخلوا له شكر ويسووا حلاوة زين، كيك ما أدري شلون يسووا هيك هيك بدون بيض هيك زين، كل شيء خبز بالدين كانوا ياكلون. عوف هاي نرجع لك لهنا للتعذيب، للاعدامات اللي جاي تصير، هاي ارواح عالم راحت هيجي بسبب مزاجيات الحكومه اللي كانت تحكم، النظام البائد زين، الناس اللي ترملت واتيتمت والشهداء هاي راحت والعوائل اللي انهجمت زين، بمزاجيات ضباط ينتمون الى النظام البعثي السافل، حزب البعث اللي دمر المجتمع. هاي حقائق، هاي اتمنى تركزون بيها زين. خلينا نستكمل الفيديو ونشوف نهاية القصة وين. هذا الظلم اللي كان يصير، ما يسلمون الجثة بعد ما عدموه الا تنطون فلوس فوقاها الا تنطون فلوس يلا يسلمون الجثة ويتجاوز على ذوي الشهيد اللي اعدم. والله شنو تلطمون، شنو تبكون عليه، لا والله مو متخاذل، هذا بطل. هذا الظلم اللي كان موجود، هاي القصص اللي كانت موجودة، هاي هذا الزمن الجميل، هذا الزمن الجميل، هذا زين. هو ممكن جميل، اي ممكن جميل، بس للبعض اللي كانوا مستفادين، الظلام اللي كانوا مستفيدين وبالدولة وعاثوا بالارض فسادا، بس هي الدنيا تفتر وربك لهم بالمرصاد زين، يمهل ولا يهمل. ومثل ما تشوفون هاي القصص. خلينا نشوف الفيديو الثاني اللي ايضا عادي اليوم لكم في هذه السلسلة من الفيديوهات، خلينا نشوفه. صدق يعني هم ليش ما يتغنون بهاي الانتصارات اللي حققها الحشد الشعبي ضد العصابات
التكفيرية داعش. شفتوا بكلام ذولا اللي جاي يحكون ذولا القادة اللي بزمن النظام، شفتوا شو يقولون؟ الجندي والله يروح هيك بلغناه. شنو بلغناه؟ شنو تعرف الجندي بالمعركة؟ شنو تقول له روح مدري؟ هو هذا؟ بينما انت شوف المعارك اللي خاضوها ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنيه في هذا الوقت. حشد الشعبي اللي راح بدون فلوس وبدون راتب، قال فتوى صارت راح زين، وقادتهم تمشي قدامهم بالمعركه زين، راحوا وحاربوا وسووا وكل شيء زين في سبيل هذا الوطن يبقى متماسك، في سبيل العراق، عراق واحد. هاي المعارك اللي نحكي بيها، مو معارك هدام اللي والله شنو عوف الجنود ما ادري شنو بلغنا، شنو بلغناهم لكم انتم قاده، انتم قاده مال 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 لنقي على قولتهم، واسف للمفردة. الله يرحم شهدائنا من شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنيه، والله يوفقكم ان شاء الله لما هو بالوضع الحالي من خدمه البلد والعراق والسيطره عليه من كل الدول ومن كل الامريكان وغيرهم ذول اللي يردون ياذون البلد. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، لكم في مال الله.